نحن للأسف وديننا الذي بدأ بإقرأ والذي مجد العقل، نحن للأسف أصبحنا الدين الوحيد في العالم. المسلمون أصبحوا الوحيدون في العالم أو الوحيدين في العالم الذين على خصام مع الحضارة الحديثة المعاصرة أو الحداثة. للأسف كل ما يحصل عمل إسلامي. وتأكيدا لهذه الكلمة يا دكتور خالد، دي من اللي هب علينا من دول الجوار، لأن احنا طول عمرنا كان شعب لديه مساحة من الحرية ولديه مساحة من الفكر والاختلاف. لكن الغرب يا دكتورة أمنة لا يرى إلا في المنشط قام محمد بتفخيخ كذا، قام علي بانفجار مش عارف دي، قام عمر الذي يعيش في بروكسل والذي أمناه صحيا وعلمناه في بلجيكا يقوم بتفجير ده. نعم. انت عايزة ايه من هذا الرجل الغربي انه يشكل فكرته عن الاسلام؟ مش ممكن للأسف. نقول له ايه؟ ارجع بقى للقرآن واقرأ القرآن هتلاقي حاجات كويسة جدا، هتلاقينا متسامحين. لا، هو شايف ان كل الحركات الارهابية في العالم دلوقتي وكل للأسف ليست مبالغة، أصبحت حركات تنتمي إلى الإسلام السياسي. وهذا